السلام عليكم، ازيكم؟ رجعنا لكم تاني من جديد. صلى على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فيديو النهارده خرافي بمعنى الكلمه. هنشوف مع بعض حاجه بجد انا يعني مش متخيل القمه في الابداع اللي حصل في الفيديو ده. الناس اللي قدامنا دي هتبني بيت يعني بنفس الطريقه اللي بنبني بيها البيوت الحقيقيه بالظبط، ولكن بشكل مصغر بكل التفاصيل. الموضوع طبعا خرافي جدا. يلا نشوف هنعمل ايه، بس يا ريت قبل ما نروح مع بعض لو عجبكم الفيديو يا ريت اعملوا لنا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا لنا الجرس، ويلا بينا نشوف الناس دي هتعمل ايه. سوا شايفين حضراتكم عملوا اهوت بيعملوا العمدان، فاحلين الارض كانها حته ارض بالظبط ومقسمينها وعملوا العمدان وبيعملوا الاساسات بتاعت البيت. عربيات برضو بتنقل، يعني كل حاجة كأنها حقيقة بالظبط. هنا بيعملوا الأساسيات اهي بتاعة البيت، عربيات بتنزل التراب. هنا هيبدأوا يعملوا العمدان. شايفين هدركوا هنا بدأوا يعملوا يبنوا الطوب. شايفين حركة الشكل عامل ازاي؟ ابتدى يعمل عملية بيسموها المحارة للبيت. ابتدى برضو عملية الدهان اهوت. كل التفاصيل ادق التفاصيل هيعملوها كانهم بيبنوا بيت حقيقي بالظبط. هنا ابتدوا يشتغلوا في السيراميك اهوت. عمل باب، شايفين الجمال. هنا الوزرة بتاعت السيراميك او بيقولوا عليها السوكلو برضو. هنا بيسقي السيراميك بيقفله. شايفين هنا بيعمل باب تاني متحرك اسمه باب جرار. ابتدى ينهي المكان اهوت. السيراميك بتاع الحمام، شايفين حضراتكم عاملين قاعدة حمام، وده طقم الدوش، دي كابينة شاور. شايفين بيعمل خلاط طبعا. مش ده الغريب بقى، ان هو عمل كل حاجه بتفاصيل. الغريب هتشوفوه دلوقتي ان بص كل حاجه فعلا شغاله، يعني حنفيه الميه بتنزل الميه فعلا،
مش عاملينها كده وخلاص يعني. هنا بيعمل اعتقد بتوجيهات زوات او عين. هنا بيركب المطبخ. هنا شفتوا ولع البوتاجاز كمان. بيعلي وبيوطي. الفيديو ده وصلوا فيه لمرحلة من الدقة عالية جدا. هنا اعتقد بيعمل حوض او حوض تقريبا اهو. ده خلاط المطبخ برضو بمية شغالة. شغال وطفي. نعمل برضو كويتات أساسية. مش عارفين ده حاجة زي دولاب تقريبا. ترابيزة سفرة. هذا الكوب بيعمل سرير. بيعمل مرتبة. كأنها واقعية بالظبط برضه. مخدات. ده طبعا بيعمل غرفة النموات بجد خرافة يا جدعان والله. أنا مش متخيل التفاصيل الدقيقة اللي هما قدروا يوصلوا لها يعني. الموضوع صعب جدا. أنا بيعمل ديكور اهوت للأوضة اللي قفلها. شايفين حضراتكم كأنها واقعية. أقسم بالله حاجة يعني في منتهى الاحترافية. الناس دي مبدعين فعلا والله. هنا برضو بيعمل ديكور تاني للأوضة التانية. برضو ديكور تاني. شايفين دي الديكور بتاع الأوتيل السفرة تقريبا او حاجة كده. شايفين التقفيل عامل ازاي. شايفين الحمام. ليه كده ليه كده. مش عارف هو ليه كسر الجزء ده تاني. اه هما كده كانوا شغالين من جوه ابتدوا يشتغلوا من بره. بيعملوا شغل تقريبا بيعملوا تعديل او حاجة من الخارج يعني. هنا هيعملوا السقف بتاع خلاص هما كده قفلوا جوه. هيبدأوا يعملوا السقف بقى بتاع البيت. شايفين حضراتكم هنا بيجهز غرفة تانية اهيت. دولاب برضو كاملين ديكور في الحيطة. ادي سرير.
تقريبا غرفة أطفال أو حاجة من الأشكال اللي فيها بتدل على كده. التحكم برضو فيها بالستايرات عن طريق الريموت. احنا عاملين برضو نجف اهوت، كل حاجة مش بيعملوها كده وخلاص، لا حاجة بتبقى شغالة وفعلا بيعمل الديكور بتاعها شكله جميل جدا يعني، مش اي كلام. هنا ده بيعمل تكييف كمان، لا اله الا الله. انا مستغرب جدا من اللي انا بشوفه بصراحة، يعني عامل تكييف صغير كمان هيشغله يعني. شايفين جهاز تكييف اهوت، هنا بيقيس درجة الحرارة. الناس دي مجانين والله يا جماعة، مش عارف. مروحة، باب، نجف، كل التفاصيل. هنشوف هيعمل ايه تاني. ده ايه ده، غسالة دي، غسالة كمان. انا رابيه دي بيعمل غسالة اوتوماتيك بجد، فيديو خرافي بجد يعني، مش قادر اتخيل اللي هم عاملينه ده. بيعمل غسالة بكل تفاصيلها وبالصرفات، شايفين انا بركب الاجزاء بتاعتها، عاملها دايرة كهرباء كأنها يعني. شايفين اي ده هيغسل كمان اهو، وفيشة صغيرة. غسالة اشتغلت الحمد لله. شايفين الصرف كمان، غسالة اشتغلت اهيت، هنا بيحطها بقى في المكان بتاعها. بس كده الفيديو بتاعنا قرب ينتهي. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملنا لايك، وياريت لو مشتركتوش تشتركولنا في القناة وتفعلوا الجرس وتكتبولنا تعليق. اشوف وشكم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.